مساء النور زميلتي سارة، أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في مستجدات عدد اليوم من حصة الأنيس ديلي. وطنيا، أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على افتتاح الموسم الدراسي للطورين المتوسط والثانوي من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، والتحق صبيحة اليوم أزيد من 4 ملايين تلميذ مسجلين في الطورين المتوسط والثانوي عبر الوطن بمقاعد الدراسة في ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد في تغريدة له على تويتر أن عودة التلاميذ إلى المدرسة هي عودة للحياة التي ترفض التوقف أو التعطل. من جهة أخرى، قررت المدرسة الابتدائية شيباني محمد بولاية أم البواقي غلق أبوابها إلى إشعار آخر بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا وسط الطاقم العامل بالمدرسة، لتضاف إلى الابتدائية الثلاثة بولاية البويرة التي أغلقت يوم أمس والتي شرع في تعقيمها وإفادة فرق للوقاية الصحية لإجراء تحقيقات وبائية على مستوى أطقم هذه المؤسسات التربوية. كشف وزير الصناعة فرحات أيت علي إبراهيم عن استرجاع 4000 عقار صناعي عبر ولاية الوطن، إلى جانب عقارات أخرى سيتم استرجاعها وعقارات محل نزاع لدى العدالة. ويرتقب إدراج مادة قانونية ضمن قانون العقار الصناعي المنتظر عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه، والتي تسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي سيما بالنسبة للنشاطات غير المطابقة والشركات غير المنتجة، الذي سيتضمن 65 معيارا تسمح للمستثمرين بالتعرف على كيفية الحصول على العقار الصناعي، والتي تمكنهم من معرفة مدى قابليتهم للحصول عليه قبل إيداع الطلب. أصدر مجلس قضاء العاصمة أحكامه في حق رجل الأعمال علي حداد ومن معه من مسؤولين سابقين، وحيث تمت إدانة علي حداد بـ 12 سنة حبسا نافذة و 8 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع إلغاء ومصادرة بعض الممتلكات منها القطعة الأرضية بدال إبراهيم والشقة بسعيد حمدين، كما تم تخفيض عقوبة الوزير الأول السابق أحمد ويحيى والوزير الأول الأسبق عبد الملك سلال إلى 8 سنوات حبسا نافذة، والحكم على عمارة بن يونس وأبو جمعة طلعي وعبد الغاني زعلان وبدة محجوب ويوسف يوسفي بسنة حبسا نافذة. محليا، نظمت جامعة محمد خيضر ببسكرة حفل اختتام السنة الجامعية 2019-2020، تغطية للزميل محمد حريزة. جامعة بسكرة أنهت السنة الجامعية بحفل رعيت فيه التدابير الوقائية من الوباء، حيث كرمت التفوق العلمي والمسؤول المحلي والتاريخ الثوري. بهذه المناسبة أشكر مدير جامعة محمد خيضر على احترام وتقدير الأسرة الثورية وعلى المجاهدين. لما كنت في صعود الجبال أتمنى بأن أرى أبنائنا مثقفين، وأنا اليوم هأني واقف في بحر من العلم، في بحر من العلم. كما أشكر السيد والي الولاية، كذلك أيضا اللي حضر معنا، وكذلك رئيس مجلس الشعب الولاي، وأتمنى لكم النجاح، لأن مستقبل الجزائر هي الثقافة. كنا في جبال نتمنى هذه اللحظة، وأنا اليوم موجود أمامكم، وشكرا لكم جميعا. الطلبة المكرمون أبدوا فرحة كبيرة ومواصلة العلم وللنجاح مسيرة. وهذا بفضل الجهود المبذولة من طرف يعني العمادة، رؤساء الكليات كامل، كالرقمنة، يعني تحسن ملحوظ في استقبال الطلبة، يعني يسمع للطالب مكانة مهمة. تقدم بالشكر لجميع الأساتذة الذين درسوني من الطور الأول إلى الطور الثالث، وأشكر جميع أعضاء نادي الطالبة. نشكر الأستاذ بوطرفايا أحمد على تكريمه لهذه السنة، وخاصة في ظروف هذه الجائحة. أشكر كذلك والدي، وبالأخص أساتذة علم النفس، وعلى رأسهم أساتذة علم النفس العيادي. أرحب بالطلبة البقية بالاجتهاد والمثابرة للوصول لهذا اليوم، وكذلك أشكر كل أساتذتي. وبلغة الأستاذ التواق للنتائج والمسؤول الراعي للأرقام
الأرقام وجدول البرامج. اليوم تكريم 52 طالب في جميع الأطوار، الليسانس والماستر والدكتوراه، بحضور السيد والي ولاية بسكرة وكذلك الأسرة الثورية وكذلك كل المسؤولين المحليين. استكملنا المقررات البيداغوجية لهذه السنة 2019-2020، وتمت إجراء كل الامتحانات السداسي الثاني وكذلك الامتحانات الاشتراكية في جميع الكليات وأقسام الجامعة. توجت في آخر السنة بتخرج حوالي 11225 طالب متخرجين، منهم 6425 طالب في الليسانس و 4700 طالب في الماستر و 239 في الدكتوراه، وكذلك 80 أستاذ مؤهل حازوا على التأهيل الجامعي. نلاحظ أن فيه هذه السنة نسبة نجاح على مستوى الجامعة تقارب 73% في انتظار التأكيد. هذا وقد غادر الجميع الجامعة ضاربين موعدا لعودة واعدة نحو نتائج مشرفة وطنيا ودوليا. من ولاية خنشلة نرصد لكم انطلاق الموسم الدراسي للطورين المتوسط والثانوي ببلدية المحمل، تغطية للزميل كمال جغلال. بعد 9 أشهر من العطلة الاستثنائية، اليوم عودتنا إلى مقاعد الدراسة والتي تمت في ظروف عادية، وتم تطبيق البروتوكول الصحي من التعقيم والتباعد. إذا طبعا مادة علوم التكنولوجيا والفيزياء تهتم بالظواهر الطبيعية، نفهم فيها الظواهر الطبيعية مثلا كما الآلات اللي نجربوها، المحيط تاعنا كامل لازم نفهمه. هذه ما نشهد عودة أبنائنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة بعد غياب طويل وفي ظرف صحي استثنائي. يعود أكثر من 835 ألف تلميذ في الطور المتوسط و 18 ألف تلميذ من الطور الثانوي يعودون إلى مقاعد دراسة تحت بروتوكول صحي مشدد بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة الصحة، وكل الترتيبات تم اتخاذها لإنجاح الدخول المدرسي. وكما وقفنا اليوم وأشرفنا على الدخول في هذه المتوسطة، نشوف اللي الإجراءات تم اتخاذها بكل صرامة، ونحن صاهرين على هذا الشيء حتى نضمن دخول مدرسي ناجح كما نجحنا في الدخول المدرسي للطور الابتدائي، ونتابع هذا الدخول بكل صرامة. نتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا، لأن هناك استلام 4 مؤسسات في الطور المتوسط جديدة لتخفيف من الضغط اللي كان موجود في بعض النقاط. دخول أبنائنا التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد غياب طويل، جميع التدابير اتخذناها، جميع المؤسسات التربوية متوسط ثانوي تم تعقيمها، شرفنا شخصيا، شددنا الإجراءات، الصرامة اللازمة، وفرنا جميع مستلزمات البروتوكول الصحي، جميع المؤسسات التربوية مستعدة باش تنجح الدخول المدرسي بالطريقة الصحيحة. بلدية سيدي يعقوب بسيدي بلعباس تكرم الناجحين بالبكالوريا على هامش ذكرى الفاتح من نوفمبر، تغطية للزميلة بدرة مغربي. تلاميذ الثقة، وهذه تحية في حقك سيدي الكريم.
كما يرجع الحمد والشكر لله عز وجل الذي منحني هذا النجاح، وكذلك والدي الذين ساهموا في هذا النجاح، وجميع أساتذتي سواء داخل المؤسسة أو خارجها، وكذلك أشكر جميع الذين ساهموا في هذا النجاح ولو بكلمة صغيرة. أوجه رسالة لجميع التلاميذ الراسبين أو الناجحين في شهادة البكالوريا 2020، أن أهم شيء ومن أسباب النجاح هو الإيمان والثقة والتوكل على الله عز وجل، وكذلك تكريم الأسرة الثورية لآبائنا المجاهدين الذين ارتئينا أن نكرمهم وأن نقوم بزيارتهم، خاصة وأن الأغلبية منهم موجودة بالمنازل لا تستطيع يعني حتى الحضور إلى هنا، وتكريمهم وهي التفاتة رمزية تجسد مدى التلاحم الموجود بين جيل نوفمبر وجيل الاستقلال. على كل حال احتفالا بهذه الذكرى الطيبة على كل الجزائريين اللي هي ذكرى الفاتح من نوفمبر، أنتم متواجدون في بلدية سيدي يعقوب، يعني كنا قد كرمنا الناجحين في شهادة البكالوريا وحتى الراسبين يعني قدمنا لهم دعوة من أجل تشجيعهم، كما قمنا أيضا بتكريم يعني ممثلي الإعلام اللي كانوا حاضرين معنا باعتبارهم يعني السلطة الرابعة في هذه الدولة، قمنا بتكريم بعض الجمعيات الخيرية التي ساهمت معنا في إقليم البلدية من أجل الوقاية من جائحة كورونا وبعض فعاليات المجتمع المدني، كما يعني لاحظتم وكنتم يعني حاضرين معنا في تكريم السيدة رئيس دائرة سيدي الحسن من طرف كل فعاليات المجتمع المدني وممثلي الأسرة الثورية تاع بلدية سيدي يعقوب. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية ظاهرة اليوم تفوق المرشح الديمقراطي جون بايدن على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب الجمهوري بالمجمع الانتخابي، حيث حصد بايدن على 238 صوتا ب20 ولاية و213 لترامب من 23 ولاية. واستمرت عملية الفرز طيلة اليوم وقد تستمر أكثر إن كان فيه تقديم لطعون، وهو الأمر الذي لمح إليه ترامب الذي كان قد أطلق تصريحا رآه الكثير مفاجئا، حيث رغم تأخره قال إننا سنفوز، ويذكر أنه قد تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية 45 رئيسا. سلمت السلطات الصهيونية نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشرقية المحتلة الشيخ نجح بكيرات أمرا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. وقال الشيخ بكيرات لم يحدد سببا للإبعاد، وعندما استفسرت منهم عن السبب قالوا إنه لا توجد أسباب. ويذكر إلى أن قوات من الشرطة والمخابرات الصهيونية كانت قد داهمت مكتبه بالبلدة القديمة في مدينة القدس الأسبوع الماضي، وأيضا منذ العام 2001 تم إبعاده عن المسجد الأقصى 23 مرة أقلها لمدة 3 أشهر، وتم اعتقاله 13 مرة. بدأت دولة قطر الأربعاء في توزيع مساعدات مالية لنحو 100,000 أسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة، وتوجه الآلاف من المستفيدين من المنحة نحو فروع البريد الحكومي ونقاط أخرى لتلقي تلك المساعدات. وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في تصريح لها السبت الماضي أنها ستقدم 100 دولار لكل عائلة مستفيدة، وتأتي هذه المساعدة المالية ضمن منحة قرر أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني في مارس تقديمها لأهالي قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. بهذا مشاهدينا الأفاضل أطوي وإياكم مستجداتنا لنهار اليوم، عودة للزميلة سارة فراش.